موجودة هنا اهي، فناخدها كده نكلمها ونفهمها نقول لها الأخبار اللي حصلت. هنروح عند بوابة الكاهن، خدها معانا المدرسة. طبعا التوأم دول مش عاجبهم أي حد في أي حاجة، يقعدوا يتريقوا عليها زينت طبعا. ناخدها المستشفى نكلم الولاية دي روز. طبعا هي هتشتغل في المستشفى هنا، وهتشتغل برضو في البيت الجديد اللي بتاعه. طبعا بيقولها لازم اروح اراضيها، خش هنا. طبعا الحاجة روز ظبطته، اديت لها لبس الشغل وهتبتدي تشتغل هنا في المستشفى. زي ما انت شايف اهي، انا عدي كام يوم طبعا انت لازم تتابع المكان دوت كده. هنعدي كام يوم. طبعا يا بنت رئيس البلدية لما رحنا لها الأوضة قضينا على القصة بتاعتها، هننام تاني، نعمل ده سكيب كده، نشوف كده الكلام على ايه. لسه كده اهوت. طبعا هنا طوب اللي انت لازم تروح تنام في البيت بتاع الشاطئ دوت. طبعا بتخش البيت اهو، تنزل بتلاقي الاتنين دول جولك هنا. طبعا دي هتساعدك في البيت، تفضل قاعدة معاك. طبعا يعني بيقول لك اللي هي هتحافظ على نظافة المنزل مجانا. طبعا بتلاقيها هنا بعد ما بتنام بتنزل تلاقيها. طبعا عايز يروح يطمن على منزل الشاطئ، هنروح كده. طبعا في مشاهد برضه انا مبجيبهاش زي ما قلت لكم. نعمل كده ساعة موسيقى
وش هنا طبعا لله يلا عليه. نعمل كده تاني زي ما انت شايف. طبعا بيعيد الموضوع ده كذا مرة. النهارده اجازه طبعا. انا بيقول لك تعدي كام يوم. نعمل كده طبعا لازم ينزل يطمن من وقت لآخر. هنعمل كده ونخش تاني زي ما انت شايف. تقول له اشرب ده العصير ده جامد باور. طبعا روقت عليه كالعادة يا سعد. وهنوقف هنا الفيديو بتاعنا وهنكمل فيديو جديد في قناتكم بيست ماكس. استنونا في الفيديو اللي جاي. شكرا لكم على المشاهدة ودعمونا بلايك واشتراك.